الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال سبحانه: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد يوم القيامة عراة، غرلا، بهما. قالوا: ما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الديان، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منهم. أهل النار بدهم ياخذوا حقوقهم ولو كان من أهل الجنة. واحد من أهل الجنة معتدي على واحد من أهل النار، لن يدخل أهل النار إلى النار حتى يقتصوا من أهل الجنة. أنا الديان، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منهم. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقصه منهم، حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف يا رسول الله؟ وإننا نأتي عراتاً غرات، غرلاً، بهماً. ما معنى شيء؟ وين القصاص؟ قال: الحسنات والسيئات. أيها الإخوة، في أحوال الدعة والرخاء يحسن بالإنسان أن يذكر الموت ليبتعد قليلاً عن ترف الحياة ويجهز رحاله للآخرة. فكيف إذا كان الموت يطوف حولنا ونشعر بقربه في اليوم مرات ومرات؟ ولكثرة الموت وتوقع حدوثه، كانت خطب الجمعة الأربعة في رمضان بعنوان: براءة الذمة. تحدثت الخطبة الأولى عن أهمية براءة الذمة في النجاة يوم القيامة، والثانية بيان بالذمم المترتبة على العبد في حق الله تعالى وآليات تبرئة الذمة. لابد يا أيها الإخوة، لابد الآن في رمضان، لابد أن تبرئ ذمتك حتى إذا مضيت نحو الآخرة تذهب أنت بريء الذمة. ما أحد عنده شيء، ما أحد له عندك شيء. رب العالمين، تكون قد أديت الذمم لله وأديت الذمم للعباد. عنوان خطبة اليوم، وهي الثالثة، بيان بالذمم المترتبة على العبد في حق العباد وآليات تبرئة الذمة.
إذا كان لا سمح الله واحد من العباد له عندي ذمة، شو أعمل؟ ما الآلية، ما الطريقة حتى أبرئ ذمتي؟ بيان بالذمم المترتبة على العبد في حق العباد وآليات تبرئة الذمة. اعلموا أيها الإخوة أن حقوق العباد نوعان، حقوق مادية ومعنوية. الأصل ألا يخرج أحد منا من الدنيا وعليه حق لأحد من العباد، لا مادي ولا معنوي، سواء كان هذا الحق لقريب أو لغريب، لقوي أو لضعيف. وسأجعل الخطبة الأخيرة إن شاء الله للحديث عن حقوق الأقربين لما لهم من زيادة حق على المرء. روى الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فخطى خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلت: ديناران. فانصرف. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على أحد يموت وعليه حق للعباد، ديناران ما بصلي عليه. يا جماعة الأمر خطير جدا جدا، خطير فوق ما نتصور. اجهد أن لا يكون لأحد من العباد عندك حق، قليلا كان أو كثيرا هذا الحق. توفي رجل، من هذا الرجل؟ صحابي. فغسلناه وكفناه وحنطناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فخطى خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلت: ديناران. فانصرف. فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: يا رسول الله، الديناران عليه، أنا ضامن لهذا الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منها الميت. قال: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ شو صار معك؟ امبارح أنت حملت دينارين، ما فعل الديناران؟ قلت: إنما مات بالأمس، ماشي الحال يعني، ليوم الخميس، خميسية من مرة لرأس الشهر، شو يعني خربت الدنيا كلهم دينارين؟ ما فعل الديناران؟ قلت: إنما مات بالأمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. الله أكبر، الآن بردت عليه جلدته عندما انتهت حقوق العباد. إذا في حقوق العباد هذه الجلدة ستكتوي، نسأل الله السلام. الأمر أكبر مما نتصور يا أيها الإخوة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يصلي على صحابي، على صحابي مات حتى يقضى عنه الدين أو يتعهد بقضائه أحد، وإذا كان صلى الله عليه وسلم يقول عند أداء هذا الدين عن الصحابي بعد يومين: الآن بردت عليه جدته، ففي هذين دليل واضح أكيد لكل منا لأن يجهد ويجتهد ليكون بريء الذمة من حقوق العباد اليوم قبل الغد. لا تأجل، اليوم حقوق العباد أديها، ما ندري الموت يطوف بنا. وخطبة اليوم حديث عن تعريف بحقوق العباد عليك وكيف تبرئ ذمتك، سواء الحقوق المادية أو الحقوق المعنوية. والبداية أولا الحقوق المادية وطريقة تبرئة الذمة منها. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. رواه أحمد. لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، إذا بينفق ماله بركة، ولا يتصدق به فيقبل منه، وإذا بيبني فيه جوامع وبيكفل فيه أيتام مو مقبول،
ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. بخليهم لأولاده بنجمع هذا كله زاد إلى النار توقد به، نسأل الله السلامة. المال الحرام أيها الإخوة إما أن يكون اكتسب برضا صاحبه أو بغير رضاه. مرات واحد يكسب مالا حراما والدافع رضيان، ومرات يكسب مالا حراما والدافع ليس راضيا. المال الحرام إما أن يكون اكتسب برضا صاحبه أو بغير رضاه، فالمكتسب برضا صاحبه كالربا ونحوه. هلأ اللي بدين بالفائدة رضيان، ويعني بيقبض رضيان، بس المال حرام. والمكتسب بغير رضاه كالمسروق، من سرق مالا صاحبه لا يرضى هذه السرقة ونحوه. ولكل منهما طريقة في تبرئة الذمة. المكتسب برضا صاحبه كالربا ونحوه لا يرد إلى صاحبه. واحد تعامل بالربا وهلأ بده يتوب، لازم التوب، لازم تبرئ ذمتك، لن نتركك، لن نتركك إن شاء الله حتى تبرئ ذمتك، ولا تتركوني حتى أبرئ ذمتي، ولا خير فينا إذا لم نكن مع بعضنا حتى نبرأ قبل أن نموت. من تعامل بالربا الآن بده يبرئ ذمته. المكتسب برضا صاحبه كالربا ونحوه لا يرد إلى صاحبه ولا يحل لحائزه، بل يتخلص منه في وجوه البر. يعني بده يحمل هالمال الفائدة وكله يتصدق فيه في أي وجه من وجوه البر، لا بترجعه للمصرف ولا بتخليه بقلب المصرف ولا بتستفيد منه لشخصك. فالزانية التي أخذت مالا على الزنا لا تعيده إلى الزاني إذا تابت، والمغني الذي أخذ أموالا على الغناء المحرم لا يعيده إلى أصحاب الحفلة إذا تاب، وبائع الخمر أو المخدرات لا يعيدها إلى من اشتروها منه إذا تاب، وشاهد الزور الذي أخذ مقابلا لا يعيد المال إلى من استخدمه لشهادة الزور، وإنما تبرأ ذمة هؤلاء بعد توبتهم بالتصدق بهذه المبالغ كلها في المصالح العامة للمسلمين. فإن كانت هذه البغي وهذا الخمار فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم. فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل أعطي ما يكون له رأس ماله. فإن كان من أخذ هذا المال الحرام قد أنفقه في حياته، إذا واحد قال أنا أخذتهم وصرفتهم راحوا، إن كان من أخذ هذا المال الحرام قد أنفقه في حياته بمأكل ومسكن ونحوه، فعليه أن يخرج قدر المال الذي استخدمه من الحرام إن كان غنيا، أما إن كان فقيرا فلا يكلف ذلك وحسبه صدق التوبة. هذه أيها الإخوة، إذا واحد لا سمح الله بيننا أخذ مالا حراما والدافع راضي بده يتصدق فيهم كلهم، إذا كان فقير معدم له أن يأخذ بقدر حاجته ويتصدق بالباقي عشان يأكل ويشرب. إذا كان أنفقهم بالماضي بده يدفع مثيل، ما معه فحسبه صدق توبته. هذا إذا أخذ المال الحرام والدافع رضيا. الحالة الثانية، أما المال الحرام المكتسب بغير رضا صاحبه كالمال المغصوب. واحد غصب أرض، تسلط على عقار، استأجر بيت وصل له 30 سنة 40 سنة 50 سنة ما بده يطلع، مغصوب مال مغصوب، هذا بدون رضا صاحبه. أما المال المكتسب الحرام بغير رضا صاحبه كالمال المغصوب أو المسروق أو نحو ذلك فلا بد من رده إلى صاحبه 100% بده يرجع، ما بيرجع اليوم بده يرجع يوم القيامة، ما لنا مطولين، الموت يطوف بنا، لا بد من رده إلى صاحبه أو طلب الصفح منه، فإن صفح وإلا فلا بد من إعادة هذا المال. ولا تبرأ الذمة منه بالصدقة. طيب أنا بتصدق مو مقبول، بكفل 100 يتيم مو مقبول، ببني 3 جوامع مو مقبول، بحفر بئر بجنوب أفريقيا مو مقبول. رجع المال لصاحبه أحسن شيء، أفضل ما تتقرب به إلى الله. لا تبرأ الذمة منه بالصدقة ولا بإنشاء المشاريع الخيرية طالما أمكن رده لأصحابه، وتكفي في رده الحيلة
لأنه مرات إذا بدي روح رد له يا وقول له أنا بزمناتي سارق منك، بدها تصير معركة هلا بيني وبينه. تكفي في رده الحيلة، كأن يقول الغاصب عند رد المال: هذا من شخص اعتدى عليكم سابقا دون تعيين، أو نحو هذا، يجد حيلة ليرد المال لأصحابه. وها هنا أيها الإخوة حالات ترد على هذه الصورة، أعرضها عليكم على شكل أسئلة ثمانية مهمة جدا، وكل واحد منا ينظر لا سمح الله إذا في سؤال من الأسئلة يخصه مباشرة. لا بأس، قد تزل قدمي، أنا مثلكم، قد أعتدي على مال أحد، أنا مثلكم، ما في مشكلة، بس الآن برئ ذمتك يا أخي، لا تبقى أرضا، قم إذا سقطت. أسئلة: ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه ولكن لا تتوفر هذه المبالغ بين يديه الآن؟ أنا آكل على واحد 100,000 وهلأ خلص بدي توب، بدي برئ ذمتي قبل أن أموت، بس الله وكيلكم ما معي 100,000 هلأ أعطيها، ماذا أفعل؟ الجواب: ما دام معسرا لا يستطيع رد تلك الحقوق وقد تاب وندم ندما فعليا، فعليه توثيق هذا المبلغ دينا، ولو استطاع إعلام أصحابها بما كان منه فذلك متعين عليه، فقد يبرئونه منها ويسامحونه، لكن لو خشي ضررا بسبب ذلك فيكفيه توثيق تلك الديون بما يحفظ حق أصحابها مع العزم على أدائها متى تيسر له ذلك. اكتب: أنا علي دين لفلان 100,000 ليرة سوري، بركي متت، بيقروا الوصية، بيبيعوا سيارتك، بيبيعوا بيتك، بيبيعوا ثيابك، بيعطوا للرجل 100,000. ممكن أن تذهب إليه تقول له: يا أخي أنا بزمناتي آكل عليك 100,000، لعله يسامحك، لعل إذا سامحك خلاص برئتك، ما سامحك اكتبه دينا. صعب تروح تقول له اكتب دين، وأسرع أسرع بوفاء هذا الدين. هذا سؤال. السؤال الثاني: ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه ولكن لا يذكر مقدار هذا المال؟ ما بعرف قديش، 100 150 200 500، والله ما عندي ضبط للرقم. الجواب: عليه أن يقدر هذا المال بما يغلب على ظنه أنه هو أو أكثر منه، اجتهد ما استطعت أن تقدر حتى يغلب على ظنك أن هذا هو المبلغ أو أكثر، معلش خلي لك زيادة. قال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك وحتى يتأكد أن ذمته برئت من الحرام. السؤال الثالث: ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه ولكن لا يستطيع الوصول إلى صاحب هذا المال في الوقت الحالي؟ صاحب المال ما بعرف بأنه بلد في العالم، شو أعمل؟ الجواب: يخبر من حوله بأن لفلان عليه كذا ويكتب ذلك بوصيته. أخبر، اعمل كل طرق الاتصال، تواصل عبر الانترنت، عبر الهواتف، حتى تجده، إن وجودك له أو إن إيجادك له غنم لك، تغنم غنما كبيرا. ابحث عنه، ما لقيت اكتب بالوصية: فلان إله عندي مبلغ كذا، يا أهل الأرض يلي بيشوفه فليعطيه. أربعة: ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد أرده إليه ولكن لا يمكن معرفة صاحب هذه الأموال؟ مو معروف. أنا كنت موجود بجهة عامة وأخذت من ناس شروي غروي بالعشرات بالمئات، والله ما بعرف من صاحب، مين بده يوقفني يوم الأيام ما بعرف. نسأل الله السلام يا أيها الإخوة. يا أيها الإخوة، أرجوكم الآن قبل أن يمضي رمضان اجتهد أن تبرئ ذمتك، والله الأمر أكبر مما تتصور. الجواب: ما بعرف مين صاحب هذا المال، بدي رد له المال بس لا يمكن معرفة من صاحب هذا المال. الجواب: ينفق هذا المال في مصالح المسلمين كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام ونحو ذلك، أو يعطي المال الفقراء والمساكين. خمسة: ماذا يفعل من اغتصب من المال العام؟ الجواب: يرده إلى الجهة التي أخذه منها ولو بطرق غير مباشرة، كأن يجري به صيانة لمكانات تابعة لهذه الجهة.
فإن لم يمكن ذلك صرف المال في مصالح المسلمين العامة أو أعطى الفقراء والمساكين. 6. ماذا يفعل من اغتصب مالا وعمل به فجر له ربحا؟ أنا بزمناتي سرقت اعتديت أخذت من شخص 100,000 مليون تاجرنا فيه، هلا صاروا 10 مليون، شو بعمل؟ تجرت وربحت، والله تاجرت بالحلال بس أصل المال حرام، شو أعمل؟ الجواب: الربح الناشئ عن استثمار مثل هذا النوع من المال محل اختلاف بين أهل العلم. منهم من ذهب إلى أنه يكون للعامل استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، رواه الخمسة. ذهب البعض إلى أنه تابع للمال، بما أنه المال حرام معناته الربح حرام، معناته العامل ما له شيء بنوب على الإطلاق وده يرجعهم كلهم. قول ثالث لعله القول الأعدل أن يكون بينهما مناصفة، لأنه إنما حصل بمال هذا وعمل هذا، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أقرض أبو موسى الأشعري ابنيه من مال الفيء 200,000 درهم وخصهما بها دون سائر المسلمين. أبو موسى الأشعري كان مسؤول عن مال الفيء، مال للمصالح المسلمين، عنده ابنين، قال لهم: بابا خذوا ال 200,000 تاجروا فيهم وبترجعوا لي الله يرضى عليكم 200,000، لأنه مو إلي هدول، مال زكاة، مال صدقات، مال فيء، مال غنائم للمسلمين. الشباب راحوا اشتغلوا بال 200,000 صاروا مليونين، رجعوا له ال 200,000، قالوا له: تفضل، الحمد لله بريئين الذمة. سيدنا عمر ما رضي، قال: رأى عمر بن الخطاب أن ذلك محاباة لهما، لا تجوز، ليش أعطيت أولادك 200,000؟ ما أعطيت كل المسلمين، أعطي الكل ماشي الحال، بس أولادك. وكان المال قد ربح ربحا كثيرا، بلغ به المال 800,000 درهم، فأمرهما أن يدفعا المال وربحه إلى بيت المال، وأنه لا شيء لهما من الربح لكونهما قبضا المال بغير حق. قال لهم: بترجعوا ل 800,000. عمر يلي بيناتنا اسمه عمر يحافظ على ذمته مثل سيدنا عمر، اللي بيناتنا مسمي ابنه عمر يحافظ على ذمته مثل سيدنا عمر، أما ما سمي عمر ومحمود وعبد الله وعثمان وعبد الرحمن وبعدين نسأل الله السلامة، الذمم فايتة بعض البعض. عمر قال له: بترجع ل 800,000. قال له ابنه عبيد الله: إن هذا لا يحل لك. إيش هيك يا أمير المؤمنين؟ مو صح الكلام، فإن المال لو خسر وتلف كان ذلك من ضماننا. هلأ هب خسرنا 200,000، مو بدك تدفعنا ياهم؟ فلماذا تجعل علينا الضمان ولا تجعل لنا الربح؟ والخراج بالضمان القاعدة تقول بالإسلام. فتوقف عمر وقاف عند حدود الله، فقال له بعض الصحابة: نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين، لهما نصف الربح وللمسلمين نصف الربح. فعمل عمر ذلك. هذا حل يا أيها الإخوة لمشكلة قائمة، وليس حلا لمشكلة قادمة. يعني ما واحد يروح يأخذ مال عام أو مال من الآخر ويتاجر فيهم ويقول له: أخي نص بالنص. لا، واحد وقع بهذه الكبيرة، اعتدى على أموال الناس العامة أو الخاصة، شو بده يعمل؟ هذا حل لمشكلة قائمة. 7 قبل الأخير: ماذا يفعل من المال الحرام في يد أبيه أو أمه؟ أبوه هو بيجيب المال الحرام، وهذا ساكن عند أبوه، بيأكل وبيشرب وبيلبس، وأبوه عم يدرسه بالجامعات الخاصة، وأبوه ماله حرام، أمه ماله حرام، ماذا يفعل؟ الجواب: يمتنع من مؤاكلتهما. يا لطيف، الأمور صعبة معناتها يا جماعة، مو تسلية يعني. أبي وأمي، يمتنع من مؤاكلتهما، فإن كره امتناعه لم يوافقهما على الحرام، يقول له: يا بابا هذا حرام، يا ماما هي حرام، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل ينهاهما. فإن عجز، طيب هذا طفل عمره 4-5 سنين 7 سنين 8 سنين، شو بيعمل؟ فإن عجز فليأكل وليقلل من ذلك، كلك لقمتين ثلاثة بس، لأنه حرام، أنت مضطر والضرورة تقدر بقدرها، كل 3 لقمات. لا ترضى أبوك يسجلك بجامعة خاصة. يا شباب، من علم أن أباه ماله حرام وبده يسجله بأرقى الجامعات بالدنيا يقول له: لا، بعتذر، بدي أنزل أشتغل أجير سمكري،
ما بدي يصير أنا طبيب بمال حرام، ولا مهندس بمال حرام، ولا دكتور بمال حرام، ولا بروفيسور بالجامعة بمال حرام. أنا بدي يصير أجير سمكري بمال حلال، وهذا فخر وعز، وذاك شؤم وشنار وعار، نسأل الله السلام. ضغط اجتماعي لك، وإلا حقوق الناس كيف تضيع بين المسلمين؟ ثمانية وأخيرا يا أيها الإخوة، هذه مسائل وأضعافها كتبت في كتب الفقهاء لتجدوا وتلاحظوا وتدققوا خطورة المال الحرام. ثمانية، ماذا يفعل من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه، أمن حلال أم من حرام؟ يأخذه، يا أخي أنا ما دخلني، إجتني نص مليون ورثي، شو لي علاقة؟ إجاني 10 مليون ورثي، 100 مليون ورثي، شو أعمل؟ الجواب، الأصل في أموال الناس التي في أيديهم الحل، كل واحد الآن في يده مال، الأصل أنه حلال، ما لم يتأكد أحدنا أن هذا المال مالا، أن المال مال حرام، فهذا المال الذي جاءه أنا لا أدري من حلال أو من حرام، هو حلال بإجماع العلماء. ألا هو إذا أخذه هذا الذي في القبر يشوى ويكوى ويحمى ويصلى عليه في النار، لكن الأولى لهذا الذي أخذ أن يرده لأربابه، فإن لم يعرف أصحابه تصدق به. يا أيها الإخوة، هذا ما يتعلق ببعض الحقوق المادية للعباد وبعض فروعها، ولكم أن تقرأوا بوضوح احترام الإسلام لأموال الناس ومحافظته عليها وحرصه ألا يؤخذ مال أحد إلا برضاه، وتشديده على كل من ظلم أموال الناس أو اعتدى عليها. فأين هذا مما يفعله بعض الناس باعتدائهم على أموال الغير، ثم يدعون التوبة بكثرة الاستغفار أو الدعاء والصلوات من دون إرجاع الحقوق إلى أصحابها؟ يا قومي أرجوكم مرة خامسة وسأبقى، تعالوا نجتهد، ما في مشكلة، أخطأت، كلنا يخطئ، كلنا نشبه بعضنا البعض. يا أخي رد الحق إلى أصحابه أرجوك، نحن منتظرون لقاء مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غدا على الحوض، فلا تغادرنا. الحقوق المادية للعباد وطريقة تبرئة الذمة منها. ثانيا وأخيرا، الحقوق المعنوية وطريقة تبرئة الذمة منها. هلأ في عبد إنه عندي حق معنوي مو مادي، كالكذب والغيبة والنميمة ونحوها، فبراءة الذمة منها بطلب المسامحة والعفو ممن أسيء إليه. فإن لم يمكن ذلك، صعب أن أذهب إليه، إذا بدي روح له وافتح له السيرة ستتأجج خصومة جديدة أكبر من الأول. إن لم يمكن ذلك فالدعاء له، ادعو له، والثناء عليه، والدفاع عنه أمام الناس، والندم والاستغفار بين يدي الله تعالى. يا أيها الإخوة، هذه حقوق العباد المادية والمعنوية وفروعها، وبراءة ذمتك أن تخرج من هذه الدنيا وليس لأحد من الناس عندك مظلمة من عرض أو نفس أو مال، حالك كحال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالك كقاله، كان يقول وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم عندي مظلمة في عرض ولا مال، أنا هيك رجائي بالله، ما حدا يكله شيء عنكم، منكم له عندي شيء، هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم عندي مظلمة في عرض ولا مال، وفي رواية في نفس ولا مال، وفي ثالثة في دم ولا مال. فإن كان أحدنا أيها الإخوة مؤديا للعباد حقوقهم فليحمد الله، فإنه مستعد للقاء الله تعالى فيما يتعلق بحقوق العباد، وإن لم يكن مؤديا فقد مرت بنا طرق تبرئة الذمة منها، فليبادر اليوم قبل الغد، فإنا نحبه ونحب له ما يحب أو ما نحب لأنفسنا، ونحب أن نجتمع غدا عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض، يشفع أحدنا لأخيه، ويشفع فينا صلوات ربي وسلامه عليه رسول الله. ولكن حقوق العباد تقف عائقا، وها نحن نختم بالدعاء لكل من ظلم ثم تاب واجتهد في رد الحقوق إلى الأصحاب، بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرحمه،
سيدنا محمد دعا على كل ظالم اعتدى أو دعا لكل ظالم اعتدى على حقوق العباد، ثم تاب وراح يسعى برد الحقوق إلى أصحابه. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرحمه الله، وحسبك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة دعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا، الله يرحم كل عبد حيطلع اسمه الله، والذي يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، ظلم يا أخي ما في مشكلة، مرة عاشرة المسلم تزل قدمه، بس بيرجع ولا يبقى مصرا على الذنب. رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فجاءه فاستحله منها، قال له سامحني شو بيطلع علي، أنا جاهز. قبل أن يؤخذ وليس ثمة دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات حملوه عليه أو حملوه عليه من سيئاتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.